في البداية يطيب لي أن أنوه أن استعدادات المديرية العامة للدفاع المدني بدأت منذ الحج العام الماضي، وهكذا دواليك في كل عام، حيث يكون دراسة لماذا بما تم في حج العام الماضي من خلال استخلاص الدروس، سواء ما كان منها سلبيات أو إيجابيات، وكذلك بما يتعلق في المتغيرات سواء الإنشائية أو التطويرية في منطقة المشاعر المقدسة وفي العاصمة المقدسة وكذلك المدينة المنورة، ومتابعة هذه المشاريع ومع الجهات المعنية في هذا الموضوع، وكذلك بما يتعلق في القيام بعملية تحليل وتقييم المخاطر الموجودة في منطقة المشاعر، والذي يترأس فريق العمل المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة كافة الجهات المعنية للقيام بعملية تحليل وتقييم المخاطر. كل هذه المعطيات وكل هذه الممكنات يتم بناء عليها إعداد الخطة العامة للطوارئ التي تعتمد ويتم إقرارها من سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله. الدفاع المدني طرف مهم في هذه المنظومة، يتابع مع الجهة المعنية في المسؤول عن هذه الخيام بالتأكد من جاهزيتها، من التأكد كذلك من مقاومتها للحريق من خلال إرسال تقارير مع هذه الجهة، وكذلك ما يتعلق في منظومة السلامة ونظام الإطفاء الموجود داخل هذه المخيمات التي تحقق السلامة الكاملة بإذن الله داخل هذه المخيمات، التي تعتبر يعني هي تقريبا الوقت الكبير الذي يقضيه الحاج خصوصا في منطقة المشاعر. في منطقة المشاعر نتكلم عن منظومة السلامة، منظومة الإطفاء داخل هذه المخيمات. عملية البلاغات التي ترد المديرية العامة للدفاع المدني التي تتعلق في اختصاصاته ومسؤولياته، هناك موجودين ضمن المركز الوطني للعمليات الأمنية ما يتعلق في العاملين ضمن منظومة عمل الدفاع المدني الذين يتعاملون مع هذه البلاغات مباشرة، ويتم تمريرها للفرق الميدانية الموجودة في منطقة المشاعر المقدسة. مركز العمليات الوطني جاهز على مدار الساعة سواء في موسم الحج أو على مدار العام كاملا. أحب كذلك أن يعني أنوه حقيقة أن يقوم على تطبيق هذه الخطط كوادر بشرية مؤهلة تأهيل ممتاز فيما يتعلق في جميع مجالات أعمال الدفاع المدني، من ضباط وأفراد وموظفين وموظفات، وكذلك بما يتعلق في دعم جهود أعمال الدفاع المدني هناك المتطوعين الذين يؤدون دور بارز ضمن منظومة عمل الدفاع المدني في جميع مجالات وأعمال الدفاع المدني في جميع المواقع، سواء في المشاعر المقدسة، في العاصمة المقدسة، في منطقة المدينة المنورة، في المراكز الخارجية على الطرقات للوصول بإذن الله إلى تقديم خدمة أفضل تحقق بمشيئة الله أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.